التلعثم هو اضطراب كلامي بتعب الإنسان اللي عم بيعاني منه. بأغلب الأحيان بصعب له حياته، بتعبه لأنه بيطلب منه جهد جبار وإضافي ليلفظ ويحكي بطريقة صحيحة، كمان لأنه بحس حاله عبء إذا جرب يتواصل مع الناس اللي حده. أما نحنا فلازم نعرف أن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأشخاص اللي بتلعثموا هي عبر الصبر والرواء. ولكن هل كلنا بلبنان قادرين على هالشي؟ هل نحن عنا الصبر الكافي نتقبل أو حتى ندافع عن شخص بيتلعثم عم بينهان من قبل شخص آخر؟ فضل ممثل عم بيلعب دور باقع خضرة بيتلعثم بسوبر ماركت رمال أبو عامر، وأحمد كمان ممثل عم بيلعب دور الزبون اللي عم بيهينه. مين رح يدافع عنه؟ أنت؟ مول معروف؟ تفضل. عندي الليمون. ما عم قلك تعبيلي. عفوا. ما عم قلك تعبيلي. عفوا، ما عم بفهم عليك. والله عم بحكي عربي، ما عم بحكي غير لغة. أحمد ما عم بيتحمل طريقة حكي فضل. بلش يهينه بسبب التلعثم. عمي قديه سعر الكيلو؟ ما عم قلك قديه بدي. أول قسم من الضحايا لفتوا المشهد، بس ما تدخل لينصف فضل. 1005 وأخيرا منيح قلت 1005. إنما للفت نظر أحمد على سعر الليمون. الليمون هي الليمون. ما هو شغلتهم عم نسأله الساعة ليجاوب. حطلي منيح، حطلي منيح، حطلي حيالله، حطلي منيح. لغة الجسد كمان نوع من تسجيل المواقف. هيدا ولا هيدا منيحة؟ هيدا منيحة؟ تعال حط لي من هيدول، تعال حط لي من هيدول. الله ما نجيبك طولة البال. ما بدي هيدول، ما بدي هيدول. وصلت معه يتعدى عليه جسديا. تعال هون، حط لي من هيدول. وبلشت شوي شوي الناس تنتبه للي عم بيصير. شي بالمرة بيشغلوا ناس بالمرة. نص ساعة بكيلو ليمون. والله عم نحكيك عربي، نحن ما عم نحكي بلغة تانية. شكله في حدا عم بيسمع من بعيد. بطيئ وبتقطق كمان. بس سيبي، كيف مشغلي لك هون؟ استاذ. نعم. لا لا لو سمحت بطل طول. ما بقى يطول اكثر من هيك. خلص صرنا خلص. قفلت قفلت. بالك علي. ليش ما بخلينا ننقي نحن؟ ما بعرف. علمي علمك. كثير مع هيدا ما في حدا ما كثير هيك كثير هيك. اخذ الموضوع بعاطفه. الي نص ساعه كيلو ليمون ما بيخوه بدي ينقي. طالب كيلو ليمون ابو السره بيعطيك لحامض. شو الحال؟ لف لف. كيف نشتري؟ لف لف. وخلقه بتقتق، يعني غير انه بطيء بشغله بتقتق. ما 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 تخزوه. جيد؟ تصرفه الجسدي بيعبر كتير منيح كيف حاول هالشخص يوقف درع بين المعتدي والضحية. بعض ناقص يبكي. إله نص ساعة بكيلو ليمون. هلا هلا. هيدا عربي؟ ولا بيحكي كل شيء إلا عربي؟ ما بطلت. كيف مشغلينه؟ يا خيي سامي. عم نشيله على جنب. طيب ما أنا عم شيله من راسي على جنب. ما خلص. علقت عليها. اتركه. عمل بدك إياه. ولما ما عاد في مجال للتقدم بالموقف خبرناه عن اختباره. مبين زلمه عم بتأتي ومش قادر يفتح تمه، ما عم مبين مش طبيعي. والزلمه عدنا عليه هو بده. الزلمه مش عم فيه يحكي ولا عم فيه بيع. ما في حدا هون يشوف لنا شو قصته هيدا؟ كمان هالست لجأت للتفهم. ماشي، ما هيدا يقعد ببيته وما يشتغل هون. بقول له بدي من هيدا بيعطيني من هيدا. ما بيخليني هو بدي عبى. والتعاطف. لا بس. والتأثر. أنت عن جد بلا فهم. يا بلا فهم يا بلا فهم. بس تأثرها ما دفعها تحكي اللي عم تحسه. هذا ما بتفهم. بيبي. كيف عربي. بلا مخ انت، بلا مخ. عم تبكي كمان. اعطيني كيلو من هيدا.
خليني، هو بدي ينقي. هو قال لك ايه؟ بقوة فاتت هالست على الخط. بيجي بدي حط بيرجع بحط لي هيك، ما بيخليني ينقي. أنا ما بدي من هيدول. شو بدك؟ بدي من هيدول، ما بيخليني أخذ. عارف شو بدي؟ ما بيخليني، بيرجع بيوقفني. دغري تصرفي. شو في هلا ليك؟ ما بيخلي حدا يحط، هو بده يحط. شو بدك؟ بدي من هيدول. بدها تستوعب اللي عم بيصير من دون تجريح بحدا. لا بيتقصر وما بيقشع 2 كيلو. لا انا ما 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 هون ما بدي هيدول. ما بدي هيدول، جيب شيء ثاني. ما بدي اياهم، ما بدي اياهم. لا ما هلكني من نص ساعه لهلا، خلص روح. خلص لا لا حرام ولا شيء، لا لانه بلا مخ يروح على المريض يقعد بالبيت، يروح على المستشفى. الله يعين العالم، ما يشغلوا هون، ما يشغلوا هون، هلكني. ما عندي نهاري كله انا هون. كمان عم تبكي؟ حرام يا حرام، قطعت لي قلبي، قطعت لي قلبي. لا ما بدي اتركه، انا هلكني، هلكني لي نص ساعه نص الحاله. اللي بدك اياه وما تقدر تتعامل معه، ما عم يخليني اعمل بدي اياه. خليني. اجتمعوا هالسيدتين بالمشهد نفسه، كبرت كرة التعاطف، اضطرينا نخبي. منيحة. شو اللي استفزك؟ شو اللي خليك هلا عم نشوفك مقصرة كثير؟ إنه كان عمالي يعبي له هو ما بده، طب ما أنا قلت له خلص اتركه يعبي وخد غيره، استفزني إنه عمالي يعيط عليه وهيداك ما قادر يدافع عن حاله. خليكن معنا لأنه بعد الفاصل. ما تبكي، ما تبكي، ما تبكي، يبكي لا يبكي. سوري سوري حبيبي حبيبي. حبيبي ما بدي هيدول، ما بدي هيدول، ما بدي هيدول. قبل الفاصل شفنا شريحة من الناس ما تحملت تشوف بائع الخضار عم ينهان لمجرد انه بيتلعثم بالكلام. الاختبار مكمل، ردود فعل الزبائن مكمل. مين المسؤول عنا هون؟ لا مين المسؤول عنا؟ لا لا كثير هيك، كثير هيك. لك بطاقتي كمان، كمان بطاقتي. سام طق 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 لي قلبي، والله طق طق لي قلبي. لا لا الاسلوب الرايق عند هالست ما خفف من حدة الحوار. منك مريض بطاقتي؟ عم بطلب شيء، ما عم يخليني انا اخذ، ما عم يخليني. ليه؟ ما عم يخليني، هو بده ياخذهم، هو بده يحط لك. ليه؟ خلص بتروح. بيجي بدي اخذ كيس لحط، ما بيخليني. بعد عم تعتمد الحوار الدبلوماسي. قاعد عم يبكي كمان. خلص خلص اتركه، روح انت اتركه، هو بحط لحاله، اتركه. ما بيخليني احط، انا شو فيني، انا بدي احط. شو فيني بس بدي احط. خلص سلامي لله، اتركه اتركه. بالضبط. خلص مالي، خلص خلص. ما في حدا مسؤول، ولا حدا قالوا عليها. ما بدي اياك تحط لي. روح روح خلص، ما ما يقرب لهون، ما تقرب. لا خلص بس 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 انا كل ما بدي احط لي. لا لا مبسوطة بحالك بالتأسة؟ يعني لك عين تشتغل. روح روح روح. هو ما بقى اوكي بيشغلون شيء غريب. خلاص فل من هون، خلاص حط اغراضي بشل اياهم. كل شرائح المجتمع تفاعلت بشكل او باخر مع القضيه. الساعه ما اخر غرض، هلا بحطهم بيرجع بشل اياهم. ولو يا حبيبي طيب هيك، انت كمان عندك شاش قد ايه عم تخسر الوقت؟ الشاب اللي نص ساعه هون قال لي اضمن له بطاقتك. حرام شايفه طريق تقتل لي قلبي. ما بتخجل من حالك بالطاقتك؟ ما بتخجل من حالك؟ انت يا حبيبي شاب حبيب الله، هيدا مثلك يا حبيبي. كثير كثير والله كثير، ما يشغلوا هون. انت هيدا مؤمن ومرتزق، ما بيصير حرام تتمرجل عليه، هيدا شاب مثلك، بدك شره بحالكم.
قبل الخواطر يقلنا على الله حبيبي. نشف لي قلبي. معلش انت نشف لي قلبي، نشف لي قلبي. كثير هيك كثير هيك. لا حبيبي. شيء لا يحتمل. حرام حرام يا امي حرام. ما لي خمس دقائق الا نص ساعة. معلش. خلص شيلوه من وجهي. شيلوه من وجهي. جبر الخواطر على ما بيصير. الله هيك الله يحاسبك انت. لا والله الله بدي حاسبه لانه هلكني. لا لا حرام. هلكني. لا والله هلكني هلكني. ما يشغلوا هون. ما يشتغلوا هون. ما يشتغلوا غير هون. ما تبكي انت. ما تبكي. يبكي. يبكي. لا يبكي. لا لازم تبكي. لا يبكي. لا ما بدي يبكي. لك اني 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 لك لك ما بيشوف من الله. هالغضب كله نابع من ثورة ضد الظلم. اللي نص ساعة بكيلو ليمون. ما بدي لك نص ساعة، شو خصه هو؟ ما هو اللي عم ببيع، شو أنا اللي عم ببيع؟ لا إذا عم ببيع خلاص خلاص. حرام عليك. أنت ليش متأخر مني؟ سوري حبيبي حلو كتير هالست كيف بكيت، والأحلى شو حكيت. لا ما بيصير يعني بالنهاية الأرزاق بيد الله مش بإيده أو بإيد غيره. إنه شافه ما عم يقدر يعبر وهو نازل فيه نازل فيه. ليك جسمي كيف عم يرجف، انقهرت كتير. يعني إن شاء الله الله لا يحط حدا بهالمواقف يا رب. بالنهاية الرزق على الله. استفزني انه كيف طريقة تعامله معه، يعني استغربت انه يتعامل معه هيك، بس قلت يمكن كمان هو هلا معصب او ايش بو شيء. شغلي مش مقبولة اكيد ولا بنقبلها نحن مجتمعنا مين ما كان، يكون اسود ابيض سوري عراقي شو ما كان، لبنان نحن ما بنقبلها. ظلم وتمييز مفهومين اذا وجدوا بمجتمع معين ما بيدلوا الا على تخلف ورجعية، بس ردات الفعل اللي شفناها بهالتجربة بتفرجي انه رغم انه لبنان من دول العالم الثالث، بس عقول ناسه تخطت هالرجعية بأشواط.